بيقول: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزنوا. لعل البعض منكم يسأل يقول: متى قيل للقدماء؟ هل في الوصايا العشر، في خروج إصحاح 20، وفي تثنية إصحاح 5؟ لا، قبل كده. ومعروف إن الزنا خطية قبل الوصية. الكتاب يشرح لنا كيف أن شكيم زنى في دينة ابنة يعقوب أب الآباء، وأولاد يعقوب قاموا عليه ودبروا له مؤامرة وقتلوه، وقالوا: نجس أختنا. نجس يعني اعتبرت خطية الزنا خطية نجاسة. ولذلك كان عكس الزنا الطهارة، لأن النجاسة عكسها الطهارة. هنا يتكلم السيد المسيح عن قدسية الجسد وطهارة الجسد وعفة الجسد. بيقول: أقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يبقى السيد المسيح ما بيقولش كل نظرة إلى امرأة خطية، وإلا ما كانش في أي واحد يبص في وش امرأة طول عمره. لكن من نظر إلى امرأة ليشتهيها، يبقى العيب هنا ليس في النظرة إنما في الشهوة، أو النظرة المشبعة بالشهوة. تقول: أنا ماشي في السكة بشوف ستات كتير، بتشوف لغاية دلوقتي ما غلطتش، لكن لما تشوف وتشتهي في قلبك يبقى غلطت. وجايز النظرة الأولى لا تكون خطأ، وإنما النظرة الثانية خطأ إذا كان بهذا القصد. يعني مشيت في السكة وواحدة ست منظرها يعجبك، لكن انت مش واخد بالك، اهو عينك وقع عليه، لكن لما تتعمد النظر تاني مرة يبقى النظرة المتعمدة المقصودة التي فيها شهوة بقت فيها خطية. لا النظرة الأولى ولا النظرة العارضة، لكن المقصودة. لكن ما تعتبرش زنا كامل، تعتبر زنا في القلب. بيقول: فقد زنى بها في قلبه. لألا واحد يقول: أنا وقعت ويكمل الفعل. لا، زنا القلب شيء وزنا العمل شيء آخر. زنا القلب واقع عليك أنت لوحدك، لكن زنا العمل فيه شركة مع إنسان آخر وله نتائج أخرى أصعب. جاي الزنا القلب لوحده ممكن تتوب عنه لوحده، لكن الزنا الآخر مع العمل ربما الطرف الآخر ما تبشي، تبقى أنت أسقطته وهو ما تبشي. أخطر ما في الأمر إن بتعتبر الخطية موجهة ضد الله نفسه. إزاي ضد الله؟ داود النبي زنى في بتشبع زوجة أورية الحثي، ولما اعترف في المزمور قال للرب: لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. يعني لم يعتبر أنه أخطأ فقط إلى المرأة أو إلى زوجها، إنما أخطأ إلى الله نفسه. إزاي أخطأ إلى الله نفسه؟ أخطأ إلى الله لأنه كسر وصية من وصايا الله،
وأخطأ إلى الله، لأنه بالزنا بيحزن روح الله الذي فيه، وإذا استمر يبقى بيفقد شركته مع الروح القدس ويطرد روح الله الذي فيه. علشان كده داود قال له روحك القدوس لا تنزعه مني، يعني أنا أسأت إلى روحك فلا تسمح بأنه ينزع مني. أيضا الكتاب بيقول ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس؟ فاللي بيخطئ إلى جسده بيخطئ إلى هيكل للروح القدس. وبيقول أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ ألستم تعلمون أن جسدكم هو أعضاء المسيح؟ في كورنثوس الأولى 7 في كتير، وكورنثوس الأولى 6 و3 كلام كتير.